المحترمون، هذا الموضوع هذا ما تنظنش كيستحق يتسيس، تنظن تسيس خارج هذه القاعة. السيد النائب المحترم قلتي بأنك أنت من ولد الدار، كتعرفوا بأن السنة السابعة ما فيهاش دروس، فيها تداريب في الأقاليم وفيها تداريب. شنو هو المشكل؟ هاد التداريب غادي ياخذ الدبلوم ديالو ويمشي يخدم على راسو، ما كاينش شي مشكل. كنسمع بأن وبعض المرات ناس ماشي معقولين كيقول لك لا ما غتخليوش هاد الوليدات يمشيو لفرنسا. واش حنا كنقريو الطلبه الاطباء باش يمشيو لشي دوله اخرى؟ حنا كنخدموا كتسوى 60,000 درهم وحتى ل 70,000 درهم طب الاسنان في السنه، التكلفه ديال كل طالب وطالبه في السنه اللي كتسوى. باش نعطيكم غير قارنوا مع الكليات الاخرين، اشنو عملنا؟ قلنا هاد السنه السابعه غادي نستغلوها ونعطيو الدبلوم يمشيو يخدموا وغادي يحلوا لنا المشاكل ديال بلادنا. ما غاديش نحلوها غير هكذا. باش نعطيكم غير بعض الارقام السيدات والساده النواب المحترمين باش تفهموا فين غاديين. هذه سياده وطنيه اللي خصنا نتكلفوا بها باش الاطباء يكونوا الاطباء ديال المغرب. اليوم كنعطيو تقريبا 3000 من 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 لي زيكيفالونس ديال المعادلات. شنو بغيتوا؟ بغيتوا نكونوا اطباء في المغرب ولا نصيفطوهم لاوكرانيا ويرجعوا عاوتاني في الحروب؟ واش بغينا بلادنا تكون هاب ديال الطب بالنسبه لافريقيا ولا بغينا نبقاو نتفرجوا؟ شنو درنا هذا العام؟ 38% زياده ديال الكراسي اللي حطينا، خلقنا كليات في بني ملال، في قلميم، في الراشيديه. واش فراسكم بان جهه بني ملال وخنيفره كانوا 20 طالبه وطالب اللي تيكون عندهم الحظ من ديك الجهه باش يديروا كليه الطب؟ اليوم 150، الراشيديه كذلك، قلميم ما كانش فايته 10. اليوم شنو بغينا؟ بغينا اطباء مغاربه، وبدلنا النموذج باش زدنا فيه الرقمنه. وحنا دابا عندنا دابا تحديات كبرى، تحديات الكبيره اللي خصنا نجتمعوا عليها كلنا. ما كاين لا معارضه ولا اغلبيه، كلنا خصنا نتعاونوا عليها، لان غدا الورش الملكي خصنا نواجهوه وخصنا نحطوا الكفاءات ديالنا اللي غادي تكون كافيه. شكرا سيد الوزير.